فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع كتاب الصيام في السنن النسائي والكلام على الصوم جنة كما قال المصنف. أخبرنا علي بن حسين قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان ابن العاص ابن أبي العاص فدعا بلبن فقلت إني صائم فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وهذا صحيح. وقال المصنف هذه انتهينا منها. الصوم جنة ما لم يخلقها، الصيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسب ولا يقول إني صائم والذي نفس محمد بيده، لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك قال حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة قال الصيام جنة ما لم يخرقها. وقال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائمين باب في الجنة يقال له الرب الريان لا يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. أين هي أين هي طارة أين هي؟ وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال حدثني سهل أن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون؟ هل لكم إلى الريان؟ ومن دخله لم يظمأ أبدا، فدخلوا أغلق عليهم فلم يدخل فيه أحد غيرهم. هذا معك صفا مروة، كيف أنت؟ حفظك ربي. وفي رواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدق الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، قال يا معشر الشباب عليكم بالباء فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ولم يستطع عليه بالصوم إن له فإنه له وجاء. هذه الحديث برمتها أيضا تبين فضل الصيام، أن الصيام جنة. قلنا الصيام جنة من جنة معنوية جنة حسية جنة من النار نعم، وهو جنة أيضا من جنة من النار، وهو جنة أيضا من سوء الأخلاق، لأنه قال يعني فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه. شوف هذه جنة من سوء الأخلاق، بل هو حسن حصين، ولا يسبه وليقل إني صائم ولا نفس محمد بيدي لا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
يعني هنا تهذيب، الصيام تهذيب للأخلاق، الصيام رفعة فيها الفعل. قال ابن امرؤ جاهل عليه فلا يشتم، فان امرؤ جاهل عليه فلا يشتم، يسكت عنه، يقول اللهم اني صائم، ولا يسب ولا يقول اني صائم، والذي نفس محمد، شوف اقسم على امر جلل، والذي نفس محمد بيدي لخلوف من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وقلنا الخلوف من خلو المعده من الطعام. وفيها دلالة واضحة جدا على أن الصائم إن مات صائما أفضل من الشهيد، لأن الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقول للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل فيه شرب، ومن شربت لم يظمأ بعد أبدا. الجزاء من جنس العمل. لما في ظمأ الهواجر ولما كان العطش الشديد عليه فإنه كفاه الله جل في علاه يوم القيامة من باب لا يدخل فيه إلا الصائمون، باب الريان. فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. شوف انظر، هو أصلا عثمان عفان قتل ولم يجد ماء، وكثير من الصحابة كانوا كذلك، لكنه قال من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. ولأن ظمأ الهواجر لا يصبر عليه إلا من كان في مثل حالة الصائم له أهل. قال من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. لما ترك الشراب واشتد العطش عليه وهو صائم لله جل في علاه، قال الله جل في علاه ومن شرب لم يظمأ منه أحد، جعلهم في باب الريان ما يشربون منه، من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وهذه مكافاة على شدة ما تحملوا من الصيام، ومنعوا أنفسهم الطعام والشراب، لذلك يدخلون في هذا، يدخلون في الجنة، يدخلون من هذا الباب، فيجدون الشراب من شرب منه مرة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. وقول من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني صدق سبيل الخير مطلقا، وتكون النفقة في سبيل الله، لأن الله لم يقبل من عمل إلا ما كان مخلصا وابتغى به وجهه. ولأن الله جل وعلا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيما غير تركته وشرك. فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، دعي من باب الريان. قال من كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان. وهذا هو الشاهد الذي أراده البخاري، تهيج المشاعر بأن الريان يؤخذ باب يدخل فيه أهل الصيام خاصة لا يشاركهم فيه غيره. وزاد قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، قال فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله نعم، وأرجو أن تكون منهم. إذن الصيام جنة حقا، وأن الصائم يدعى من باب الريان. وقال أبو بكر يعني على المرء شيء، أن يدعى من كل هذه الأبواب، يعني يدعى من باب الصلاة، من باب الصوم، من باب الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وأرجو أن تكون منه. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منه
منهم أي هو منهم. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح بعد ما صلى الفجر قال أيكم عاد مريضا؟ قال أنا. أيكم يعني أبقى مالا للصدقة؟ قال أنا. أيكم تبع جنازة؟ أنا. أيكم من يعني اطمأن على 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 مريض؟ قال يقول أنا أنا أنا، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما مدحه أمر الملائكة أن ترد عليه ماله الذي أنفقه. طيب الفوائد المستنبطة، الصيام جنة، من جد وجد، وأن تربع على سائر المعالي. وتأخذ من عليكم السلام وبركاته. يا رب اشفي يا رب، اسال ربي ان يعجل له بالشفاء وان يقر عينكم بشفائه. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه يا رب، واشفي واشفي مرضى المسلمين. الله يقر عينكم بشفائه. فضل الصيام على الجهاد. قالوا خلوف فم الصائم أطيب مريح المسك، ودم الشهيد هي مسك. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.